لو الحكاية فيها إن فيجو. أنا يمكن حتى بقيت أقول لأحمد يعني أقوى شوية إن أنت الرواية دي تنزل ممكن تعمل مشكلة كبيرة، وكانت في الوقت ده أزمة القضاء موجودة والزند طايح في مرسي، وكانت الجو كان مشكلة. أنا كنت قلقان جدا عليها، لذلك أنا يمكن ما دخلتهاش عندي المكتبات إلا متأخر جدا، ومش عايز أعمل له دعاية يعني. هو يكلمني ويقول لي الرواية، أقول له إن شاء الله هكون موجود، وأحمد يكلمني الرواية إن شاء الله. أنا هو معتقد إن أنا مش عايز آخر رواية عندي، بس أنا والله لما قريت الرواية كنت قلق جدا عليه، وقلق إن أنا يعني أعمل له دعاية ليها كبيرة وإنها تكون موجودة بشكل كبير لحد يشوفها يعمل مشكلة. لحد ما بدأت الدنيا هدي، بدأت إن أنا أشتغل على الرواية. والحاجة الجميلة في الرواية إن أنا عند قراءتها كنت بشوف حاجات كتير جدا وأحداث موجودة في الرواية كأني قاعد وسط الحدث أو وسط الشيء اللي بيحصل. ودي كانت يعني يكون إن هو يعني يقدر يصغر بالشكل ده، لأن الكاتب يعني مثل الكاتب اللي هو يقدر يكتب ويوصل لي اللي يكتب. ويقدر يوصلني اللي هو بيكتبه بشكل سلس، وكأني أنا في الأول والآخر أنا مش مهتم بإن أنا أعرف القضاء في إيه أكتر من إن أنا بقراها كرواية. فكون إن أنا بقرا رواية وحاسس إن أنا مستمتع إن أنا بقراها وبالأحداث بتاعتها، وهي معظمها كلها أحداث يعني فيها شيء قانوني فيها شيء قضائي، فكون إن هو قدر يصنعها في شكل رواية وبحرفية كده، فبصراحة أنا بشهد له وبحييه على الرواية، وإن شاء الله يعني في تقدم مستمر. في